Grand Mufti of India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الذي ألف بين قلوب المؤمنين وجمع كلمتهم على الحق المبين حيث قال في محكم تنزيله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين الذي خص أمته على التقى حل أمته على التقارب والتراحم فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أحبابنا الكرام في هذه الجلسة المباركة التي تشرفت بحضور وفد من العلماء والأساتذة والتي عقدتها في رعاية فخامة السيد رئيس الوزراء داتو سري اسماعيل يعقوب ابن يعقوب ووزير الاوقاف داتو الحاج ادريس والامين العام لرابطة العالم الاسلامي معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى. يسعدني أن نتداخل معكم ببعض الكلمات عن وحدة الأمة الإسلامية. أيها الحضور، من المعلوم لدى الجميع أن الإنسان حيوان اجتماعي لا يمكن أن يعيش مستقلا لوحده أو منفردا عن جماعته، بل يتعايش مع أمة تكنفه وينتمي إليها ويحتمي بها ويقاسمها آمالها ويتحمل معها آلاتها مشاركا أفرادها المنافع والمصالح دافعا معهم المضار والمفاسد لكي يتنعم الجميع بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان. وقد جعلنا الله تعالى بحمده أمة واحدة تحقيقا لهذه المقاصد وجمعها على نبي واحد في الحق والهدى، حيث قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال صلى الله عليه وسلم بين خطبته في حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، رواه أحمد. فإذا أيها الحفل الكريم، إننا أمة واحدة وربنا رب واحد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكتابنا القرآن الكريم، نتوجه جميعا إلى قبلة واحدة ونهج بيتا واحدا في بقاع شرف في بقاع شرف الله تعالى ويؤتوها الناس من كل فج عميق. والألفة أساس هذه الأمة، والأمن والاطمئنان عيشها وحياتها وتحيتها التي تبطها بين العالمين سلام، ورباطها أخوة الدين، حيث قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الأخوة الإيمانية هي الحبل المتين الذي يربط الأمة بجميع فراقها ومذاهبها على أصول الإسلام التي جاء القرآن الكريم
عامرا بها وحرض الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على الالتزام بها، حيث قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأما أسباب نشأة المذاهب الإسلامية وتعددها، مرده لما بين الناس من فوارق في الفهم والنظر والإدراك، إذ الحياة البشرية متحدة وفي حراك مستمر، فصاير الفقهاء ذلك التجدد وعملوا فكرهم نظرا واجتهادا واستنبطوا الأحكام والآراء المتنوعة حسب اجتهادهم واستنباطهم. ولذلك كان للناس مذاهب المختلفة في فهم بعض القضايا الدينية، مع اشتراكهم جميعا في الأخذ بأصوله ومبادئه وقيمه وما إلى ذلك. وهذه سنة إلهية في التنوع والاختلاف، والذي هو موجود وحاضر في كل ما نشاهده حولنا في هذه الحياة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولا مجال أبدا لجعل التنوع والاختلاف سببا للفرقة والختام، بل هو مصدر فخر للأمة، تظهر مدى أثراء الفكر لأفرادها. وأحبابنا الكرام، علينا أن نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبعد عن التطرف والإلحاد. يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالتطرف خارج للإسلام، والتطرف مؤد إلى الهلاك. علينا أن نترك التطرف والتجاوز عن الحد، ونكون من المؤمنين ونعيش على دين واحد. والحمد لله رب العالمين، وشكرا. Terima kasih diucapkan kepada perwakilan India.